بالنسبة لسؤال أخونا الكريم، هل جائز إن إحنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى بعدد معين؟ مفيش مشكلة يبقى ليك ورد من الذكر، التسبيح، الاستغفار بعدد معين بحيث تقدر تحافظ عليه، ولكن بشرط عدم الاعتقاد في هذا الرقم. يعني تقول مثلا والله أنا هسبح ربنا سبحانه وتعالى في اليوم 1000 مرة، وبتحسب مثلا معاك بالمسبحة أو على صابعك أو أيا كان وبتسبح ال1000 مرة، ولكن لا تعتقد أي شيء. يعني ما تقولش لو أنا سبحت ربنا سبحانه وتعالى 1000 مرة هيحصل كذا أو هيجرى لي كذا أو مش عارف إيه، لا مفيش الكلام ده. الا لو في نص، لو في نص بتقول لو عملت كذا يحصل كذا مفيش مشكله. انما فكره الحاجات المنتشره بالذات عند الصوفيه، الاعتقاد في الرقم، ان انت لو قلت الذكر ده 500 مره يحصل كذا، 300 مره يحصل كذا، لو قلت، لا الكلام ده غير صحيح. انما انت بتقول من باب ورد عشان تعرف تحافظ عليه، ولكن دون اعتقاد نهائي في العدد. مش حاجه اسمها اعتقاد، انما انا اعتقادي ان انا بعمل عمل اتقرب بيه الله سبحانه وتعالى، ان انا باخد عليه اجر بس، لا اكتر ولا اقل.